اوبا هالسلاح عن جد سلاح هذا اسطوري حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين. طبعا هالسلاح ليش اسطوري يا اساطير؟ اول شيء لانه اول سكين للسلاح الماجا 10 يا حبايبي، وبنفس الوقت يا اساطير عندنا السمات تبعيته شباب الاثنين بالمدى، اوكي اثنين بالمدى وواحد بالدقه بس، ولكن معلم عندنا سرعه الحركه. ايش سرعه الحركه شباب؟ اكيد راح تمسك السلاح وتمشي معلم مثل لما بلشنا جديد باللعبه يا اساطير. اوكي ويت وقف 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 سما بلش من تمام كنا في سلاح على طول شباب بس، ولكن في عندك كمان شيء ثاني شباب اللي هو فرج معي كيف حاضنة جديدة يا ساتير نسيت عنا بسيرفر مينا يا حبايبنا. طبعا حنشوف الحاضنة من بعد شباب، خلينا اول شيء نشوف نركز نحاول نجيب هالسلاح حبايبنا الكرام. قبل ما شباب هذا المقطع يا ساتير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام نعم يا احلى ناس، ولا تنسوا باللايكات بالجوده بطريقة احلى لازم ليتس جو شباب. ترى اليوم كثير متحمس شباب، فايق بكير وليتس جو نضرب هون ونبلش طبعا ندخل نشوف حظنا بهذا السكين. اوه شفت شيء اصفر، شفت شيء اصفر، هل قدر احصل على احسن على السلاح ولا كيف؟ يا زلمة يا زلمة يا زلمة يا زلمة مو طبيعي، طلع لي السكين مرتين شباب. وات السكين طلع لي مرتين يا شباب، وات سكين مرتين شباب. شو عم بيصير شو عم بيصير؟ حد يفهمني مشان الله شباب، حد يفهمني يا الله شباب. طلع لي سكين مرتين طبعا شباب. هالباقي لنا شباب في دراجون روب كمان نفس الوقت، فيه مدى ما استخدم ذخيره وناقص دق بس، ولكن شباب هون ما اعرف الظاهر كان في دراجون روب شباب لون الاصفر شباب الصراحه هو من يعني كثير مرتب هذا يعني حبيبي والله. اوكي وين هذاك دراجون روف؟ كان في دراجون روف غير ما معلم ظهر شالوه من الماكينه شباب. كان في دراجون روف هذا اللون الاصفر فيه بسرعه شباب هذاك كويس، بس ولكن هذا شباب معناتكم هذا جربوا هذا كمان ما عجبوه شيء حبايبنا الكرام، فيه مدى وفيه ناقص دقه يعني نوت فيري جود شباب. المهم حبايبنا الكرام هيك ندخل على السكين هذا، نشوف هذا السكين شباب وندخل نجربه بشكل سريع. اوكي نجي لهون ندخل نجربه معلم، ندخل نجرب هذا السكين ليديز اند جنتلمان اسلحه الرشاش اول سلاح للماك. طبعا شباب هذا مثل ما انتم شايفين هذا السلاح شباب اللي ما بيعرفوا لا اكيد بتعرفوه يا زلمه، هيك فيه فيه يعني مركب له سايلنس بنفس الوقت يعني حبيبي والله. اوكي الركب الجدل الجديد معلم، يا سلام عليك نعمله تزويد شباب ندخل عرض في الفريق نشوف شكله المدى في الدقه يا سلام. ليتس جو ندخل نبلش شباب. هل يا ترى هالسلاح الماك راح يعني شو داخلكم؟ هل يا ترى راح يوقف يعني يحتل يعني ياخذ المرتبه الاولى شباب بين اسلحه الويم بي جد مو الويم بي اسلحه الاس ام جي الجديده ولا كيف؟ ندخل نشوف نجرب ليتس جو معلم. اوكي عندنا نشوف اوكي طبعا هذا شباب هذا هو السلاح مثل ما انتم شايفين. اوكي عندنا هون بضرب بالهيد يعني 77 اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبنا يعني ال 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 السرعه بهالسلاح عن جد كثير كثير سريعه. ركزوا معي شوفوا معنا يعني كثير كثير سريع شايفين يعني شيء باللوز معلم يعني شوف والله بس هذا فيه 42 ال ال الرصاص يعني شوف يا زلمه يا زلمه يا زلمه شباب اثنين دقه وواحد مدى يعني يعني اذا في سكواد زي ما الرصاصات بكل تنهي سكواد. لا تدخل نشوف شباب بالتدريب ونشوف بالساحه التدريب يا اساطير ونشوف شو وضع بالسلاح. اوكي اوه بوي معلم جايب اي كي يا زلمه، جايب اي كي يا زلمه، جايب اي كي شواري شو معلم الصبح هذا، الله يخرب بيت سنتك يا زلمه. شوي اوكي 83 بالهيد شوت معلم عن قرب تقريبا شبه متوسط. اوكي شباب الحلوين بلش يعطوا ثلاثة تبع معلم اوو 16 دروب معلم اتس اوكي اتس اوكي لحد الامور طيبة بس وين بالكم بدنا نجيب سلاح ثاني. طبعا حبايبنا انا شيء لاحظت هذا السلاح شاب هو صح سلاحه كويس وفيه يعني السمات الجديده يعني في كلها فيه تحسينات للسلاح العادي. طب خلينا نكتب عليهم دايما 43 خلينا نموت خلينا نموت اقتلوني اقتلوني. هذا السلاح شاب كثير يعني حلو بس بالكلاس سكواد شفت بالكلاس سكواد كثير موجود ورايحه. خلينا يضرب معلم بربر معلم 13 يعني 17 يضرب هيك شيء يعني خلينا نقول شايفين معي كيف؟ اتس اوكي دمي كان ناقص معلم شايفك اخذني بسرعه. قول لي هذا شو معلم حاول نضرب من بعيد من بعيد لنشوف 16 يعني بس هيك سريع كثير يعني ضربته كثير سريعه وشيء حلو فيه شاف فيه يعني سايلس فهمت علي كيف؟ بوي ابلع نعم ترمي نفسك يا ولد تقدر فيني هذا ابلع اوه دام او ماي جاد او ماي جاد معلم هذا كيف قتلني حبيبي والله. اوكي يا سيد ممكن يعني يكون من المسافات البعيده شبه لا 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 ماشي ودي ود ود شو ود لك شوفوا هذا شباب عم بيضرب فيني زي ما انا في 1000 كبر وراي الله يخرب بيت سنتك من ناكله. اوكي مان طب بالك تعال هون يعني والله يعني بيضرب بجيب هيد شوت حلو يعني ها يعني شوف شو على الام بجيب هيد شوت مرتب يعني مو سهل
والله شيء باللوز بوي، حتى الشكل تبعه شاب هيك شكل اجنحه وما اجنحه، يعني شيء مرتب كمان. شوف بربر نايس، حتى بجيب هيد شوتس يعني سريع شباب، يعني عدد الهيد شوتات تبعه يعني اخذ بدور لك هيك عم بجيب ايمن هذاك ويا زلمه. اوكي 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 اوهو ابلع اوكي شباب، وهيك كان بالنسبة للسلاح يا سلاح شباب. عندنا الجزء الثاني من مقطع حبايبنا اللي هو حرق الحاضنة يا شباب، قاعد معنا شباب نطفع حرق الحاضنة يا اساطير. يا سلام عليك يا جميل. اوكي يا اساطير مثل ما انتم شايفين شباب عندي هون 140 بطاقة موجودة فوق. طبعا 140 ليش 139 اوكي خلينا نقول بسم الله شباب. وعندي هون 20 حجر، يعني شباب بدنا بس اقنعة بليز، بدنا بس اقنعة شباب اوكي. لا تقول طبعا في 55000 جوهرة يعني حبيبي والله معلم، هذول يعني خليهم على جنب بس، ولكن انا بعرف حظي باللوز معلم، حظي بيض يا زلمة، حظي بيض يا زلمة. ايوه ما في غناء هنا ولو اوه حجر. ما بدنا هذا حجرين وات، ما بدنا يا اخي، بدنا قناع يا اخي. شوفوا شوف لما بدي شيء ما عاد يعطوني اياه. اوه ماي جاد مان، يلا اعطونا قناع كله حجر، كله حجر يا اخي، بدي قناع بليز الله يخليكم، اعطوني قناع، ما بيعطوني قناع يا زلمه، لك اعطوني قناع، لك شباب شوفوا ما عم بقنع يا زلمه، ما بيعطوني قناع ليش حبيبي والله. طيب شباب الحاضر يا شباب، نزلت لكم تسريب عليها من يعني من 3-4 ايام اوكي، قبل ما نغلق نزولها يعني حرقناها وقتها وشفنا جربنا كل السكنات بس، ولكن معلم ظهر حظنا بيض يا زلمه، يا الله ما بيعطوني ولا قناع، ما بدنا يعطوني غناء معلم. ول واخيرا قعطوني غناء، شو هال يا شباب كان معي، الله اكبر وات ذا هيل او ماي جاد معلم، شو هاد يا ساتير. اوكي شباب اوكي يا ساتير اوكي، طولي بالك معلم طولي بالك، لا ترى في شيء مو طبيعي معلم اليوم، في شيء مو طبيعي يا ساتير. وات ذا هيل وات ايش هيك ليش هيك معلم، 139 بطاقة ما عطوني ولا قناع معلم، في شيء مو طبيعي عم بيصير هون معنا معلم، لانه شو لانه عطوني شباب سكنين، عطوني هل يا ترى لانه عطوني الحظ راح انفجر شباب لما حطيت على السلاح مرتين نفس الوقت اول بداية المقطع ولا كيف، والله ما عاد نفهم شيء يا ساتير. اوكي حبايبنا نجي لهون اوكي طولوا بالكم معلم، تعال هون نضرب هون لنجرب حظنا شباب، يلا نجرب حظنا هالمره بالجو هلا لزتكم. بيض معلم، بيض يا سلام، اوه نايس، هي اعتبرها شو اعطونا اقنيه معلم، يا اخي ابي اعطونا احجار، انا ما بدي احجار معلم، والله ما بدهم يعطوني اقنيه، ما بدهم خلص معلم، ما بدهم يعطوني اقنيه معلم، بدهم يعطوني احجار بس ما بدهم يعطوني اقنيه، حتى مانو ليش هيك معلم، هات لنشوف وات ها هاي حلو، هاي قناعه يا اساطير، جبنا القناع هذا اوكي، كم صار عندنا قناعه معلم 6 اوكي شباب، راح نجيب شباب بما انه يعني شفنا من قبل هل حاضن شباب، راح ندخل نجرب لكم هذا الشيء عشان ما يطول مقطع كثير يا اساطير، هي بكون جبنا هذا الاغلب واحد اوكي، ندخل كمان نفرجيكم اياه ونجربه يعني مره ثانيه شباب، بما انه يعني بتعرفوا نزلت لكم مقطع التسريب قبل 3-4 ايام، المهم شباب بدعيكم تشاهدوا المقطع شباب موجود فيه كل الاسكنات يا اساطير. اوكي حبايبنا مثل ما انتم شايفين ويل هذا هو السكن اوكي، طبعا الشباب بعرفوا يعني جربته يعني من هالايام اللي فاتت اوكي، يعني صراحه سكين ماشي وشي حلو، والباقي بالنسبه للشباب الباقي الحاضنه لباقي الحاضنه شباب ان شاء الله راح نكمل حلقه على البث المباشر يا اساطير على الرواق. اوكي يا حبايبنا الكرام، هاي بكون تم مقطع اليوم يا اساطير، شو عجبكم مقطع الشباب، اعطونا رايكم بالحاضنه الجديده والسلاح الجديد شباب، يا بوي اشوفكم على خير، تعليقاتكم لايكاتكم شيراتكم، سلام عليكم.